اما صفحه الزمالك الهاند بول فهي نشرت فيديو لفريق اليد وكتبت كابتشن عليه: كل مره ظنوا اننا انهزمنا نعود اقوى بدعم جماهيرنا. فيديو جميل حقيقه، بيعبر عن حال كل زملكاوي بعد خساره نهائي البطوله العربيه وشعور كل واحد فينا قبل دخول البطوله الافريقيه وبدايتها ان شاء الله. خلونا كده نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مره تانيه. الرياضه زي الحياه، فيها الأيام الحلوة والأيام الصعبة، فيها المكسب وفيها الخسارة، مجدنا كان سببه إن كل مرة وقعنا فيها قمنا أقوى، والسهم بيحتاج يرجع لحظات عشان بعدها ينطلق. خلفكم من 1911 ومعكم إلى الأبد.